لا ما نقولوش اكسيدون باركور لان لعبنا غير مقابله واحده، ما كانش عندنا الوقت من ناحيه النفسيه باش نحضروا المقابله الاخرى، لان وقت لا جيستيون تاع ليموسيون تاع اللاعبين بعد الفوز تاعهم مع اسبانيا تكلمنا معهم، وهذه المقابله من هذا الجانب ما كانش عندهم وقت كبير باش يفرحوا باش نقدروا نحسنوا الاخطاء تاعنا. طحنا في هذاك لو ديربي ما عرفناش نسير بعد اللاعبين ما عرفوش يتحكموا في الاعصاب تاعهم، ولكن ادوا ما نقولوش كانوا عندنا فرص كبيره، ولكن الفرص الاولى اللي كانت لصالحنا والحظ ما كانش معنا.